السلام عليكم. انا جبتكم داخل المسجد النبوي، واحد الاحساس عجيب، مناظر جميله جدا. ماما انك عفو تحب العفو فاعف عنا. احنا دخلنا في 10 ايام الاخرى، فاطلب الله المغفره والعفو من النيران. قولوا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغتنموا هاد 10 ايام الاخرى، ما تضيعوهاش، راها ثمينه جدا، ما غاديش ترجع. حتى العام ان شاء الله المقبل ما عرفنا واش غنبقاو طيبين ولا غنموتو. اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نظيره